السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في كل مكان. فيديو جديد، حلقة جديدة، اكيد كالعادة نتكلم فيها عن النادي الاهلي، هنرد فيها ضد الاكاذيب والشائعات. لكن في البداية ما تنساش افضل حاجة بنبدأ بيها فيديوهاتنا الصلاة على الحبيب، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفعنا سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اول حاجة عايز اتكلم فيها كابتن سيد عبد الحفيظ، طبعا بيمتلك الفكاهة والحس الساخر الكوميدي. كابتن سيد عبد الحفيظ كنوع من انواع السخريه والتريقه على الاحتفالات التي ما زالت موجوده على مباراه السوبر الافريقي واحتفالات جماهير نادي الزمالك والمسؤولين والنجوم واللاعبين السابقين في نادي الزمالك. سيد عبد الحفيظ قال لك يعني العقيقه بتاعت الولد اخرها اسبوع، يعني الواحد اللي بيبقى قاعد عمره كله متنشئ على ولد او حتى طفل يجيله لما بيجي يعمل عقيقه اخره اسبوع. انتوا بتعملوا ايه يا جماعه؟ يعني انتوا كزملكاويه بتعملوا ايه؟ تعالى اسمعك سيد عبد الحفيظ وضحك سيد عبد الحفيظ على نادي الزمالك. خلي ايمن يرد عليك. كابتن ايمن، اهلا بك كابتن ايمن. ايه ده يا جماعه؟ ده الكابتن ايمن عبد العزيز. لا مبروك السوبر. طبعا طبيعي طبيعي لازم نحضر نحتفل سنه عليها يعني. الثلاث اربع ماتشات اعتقد اللي حرام حميز الفتره الاخيره هو دي حقيقه. الماتشات كلها ما... بص يا سيد عبد الحفيظ بيبص له ازاي يعني؟ سيد عبد الحفيظ انت بتقول ايه يا عم؟ يعني المكسب ده طبيعي صح؟ ما العقيقه بتخلص بعد اسبوع. العقيقه بتخلص بعد اسبوع. العقيقه بتخلص بعد اسبوع. انتوا بتعملوا ايه؟ انتوا بتعملوا ايه؟ يعني يا جماعه كفايه كده بجد، لان الموضوع بقى سخيف. الموضوع مش ظريف خالص على الاطلاق لجماهير نادي الزمالك. النادي الاهلي ابراهيم فايق تعليقا على موضوع الزمالك اكثر واكبر قلعه رياضيه قال لك يا جماعه عيب، يا جماعه عيب. ابراهيم فايق الزملكاوي قال لك عيب. ايه الفكره ان انت تحط شعار الزمالك الاكبر قلعه رياضيه في مصر؟ قال لك اتمنى ان الخبر بتاع ان رئيس الزمالك عايز يحط شعار اكبر قلعه رياضيه في مصر، قال لك احنا يعني حاولوا يكون في تعامل افضل من كده، عايزين رقي في التعامل اكتر من كده. يا جماعه هو كل واحد يحلم بحاجه يجي يحققها؟ يعني حسين لبيب يحلم ان الزمالك اكبر قلعه رياضيه فنيجي على طول نحققها له؟ عايز اقول في الوقت اللي نادي الزمالك بيدور على الاكثر تتويجا وبيدور على نادي الكرامه وبيدور على نادي الوطنيه ونادي القرن الحقيقي ومدرسه الفن والهندسه والنادي الاكثر شعبيه في الخليج والنادي الاكثر شعبيه في الموزمبيق وجمهور الصفوه واحنا النادي الملكي، هناك نادي اخر ينشغل بصناعه المجد، ينشغل بكتابة التاريخ. يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات. ده الفرق ما بين الأهلي وما بين نادي الزمالك. الناس اللي بتسأل هو ليه الأهلي 44 دوري وإزاي الأهلي وصل 44 واللي بيتقال عليه منافس 14 بطولة بس وبالمساعدات الخارجية ومد يد العون، اشمعنى؟ اشمعنى؟ بص ده بيفكر ازاي وده بيفكر ازاي. المنافس او اللي بيتقال عليه منافس عمال يدور على شعارات رنانه، شعارات واوهام عايز يعيش فيها نفسه. انا النادي الاكثر تتويجا، انا النادي الاكثر شعبيه، انا النادي الاكثر بتنجانيه، انا النادي الاكثر مهلبيه، انا النادي الملكي، انا بيقولوا عليا جمهور النخبه، احنا جمهور الصفوه، احنا جمهور البيب بيب، احنا جمهور البتاع بتاع، احنا جمهور البليلة، احنا جمهور. قاعدين بينشغلوا في كمية شعارات ولا الاهلي يصنع المجد وحيدا، الاهلي يكتب التاريخ وحيدا، ولا حاجة لصاحب المجد وصاحب البطولات للشعارات الرنانة او الشعارات الوهمية والالقاب الوهمية اللي بيلزقها بنفسه. افرحوا بألقابكم وشعاراتكم واتركوا لنا البطولات والأرقام والإنجازات والألقاب للنادي الأهلي. في مشكلة كبيرة جوه النادي الأهلي واحنا حذرنا منها مرارا وتكرارا. الناس الأهلاوية اللي بيتابعوني من زمان
لما جه الكابتن محمود الخطيب في الانتخابات الاخيره وقرر انه يضم كابتن حسام غالي، قلنا هتبقى اكبر غلطه ممكن يرتكبها الخطيب في حياته هو ضم حسام غالي لقائمه النادي الاهلي وعائله النادي الاهلي. مش لشيء وحش في حسام غالي، ولكن حسام غالي عنده الانا عاليه حبتين، يعني ما يفرقش معاه مصلحه النادي الاهلي بقدر ما يفرق معاه مصلحته هو اولا، حتى وهو لاعب يعني، وهو لاعب ساب النادي الاهلي في اوقات عصيبه جدا لمجرد ان في عرض مالي اعلى من النادي الاهلي. فحسام غالي ما هوش اللي تقدر تعتمد عليه في حب الكيان وعشق الكيان والكلام ده كله. النهارده اللي عامل مشاكل في النادي الاهلي هو حسام غالي. سبب رحيل وعدم عوده هيثم عرابي حتى الان حسام غالي. سبب من اسباب رحيل سيد عبد الحفيظ حسام غالي. سبب من اسباب رحيل عدل القيعي حسام غالي. سبب في الابقاء على امير توفيق حسام غالي. بيخطط اكتر من مره على تولي محمد فضل منصب في النادي الاهلي اي منصب حسام غالي. عشان كده قلت كابتن محمود يا خطيب انت هتجيب حاجه تعمل عبء على مجلس اداره النادي الاهلي فيما بعد. النهارده في مشاكل داخل مجلس اداره النادي الاهلي بسبب كابتن حسام غالي. عدل القيعي اللي بيتقال عليه الصندوق الاسود في النادي الاهلي، راجل شاهد على كل عصور النادي الاهلي، ومع هذا اتفاجئ ان في ناس بتنخور ورا عدل القيعي وعايزه تمشي عدل القيعي باي شكل من الاشكال، باي شكل من الاشكال. النادي الاهلي سيسافر او ستسافر بعثه النادي الاهلي للامارات يوم 17 اكتوبر باذن الرحمن، وتم تكليف محمد الضماطي عضو مجلس الاداره برئاسه البعثه. الناس بتتكلم على ان القندوسي هيروح الزمالك وان الزمالك هياخد القندوسي. يا جماعه الاهلي عرض القندوسي للبيع. لو نادي الزمالك عنده رغبه يا الف اهلا وسهلا، ده احنا نوصله لحد البيت ومش هنطلب منكم فلوس، خدوا القندوسي وادونا زيزو. اعتقد صفقه رابحه لنادي الزمالك، منه هخلصك من زيزو والمرتب الضخم اللي انت عايز تدفعه لزيزو هخلصك منه، ومنه ان انت تحقق حلمك بضم احمد القندوسي. كده كده زيزو في شهر يناير من حقه يوقع مجانا لاي نادي. انا هشتري الست شهور الباقيين في عقد زيزو، وانت تاخد مقابل الست شهور دول السنتين او الثلاث سنين اللي باقيين في عقد احمد القندوسي، ويبقى كده يعني اتعشت ومرضيين وانتوا مرضيين. وعلى فكرة زيزو يتمنى، زيزو يتمنى يجي النادي الاهلي، على الاقل هيكتب تاريخ، على الاقل هيعرف يعني ايه كاس عالم اندية، على الاقل الاهلي هيبقى مكان تاني يقدر يعرض نفسه فيه احسن، وهيجيله عروض اضعاف اضعاف اللي كان بيجيله في نادي الزمالك. ما تبقى لعيب بتلعب كاس عالم أندية غير لما تكون لعيب أخرك تلعب كونفدرالية، لا يختلط الزيت بالماء. شتان الفارق بين فريق بيلعب في كاس عالم، فريق بيلعب أندية أوروبية، فريق بيلعب انتر كونتيننتال، فريق بتشاف على طول على منصات التتويج، مع فريق تاني مع احترامي الكامل. فين وفين؟ فين وفين لما حد يسمع عنك حاجة؟ انت ممكن تقعد 30 سنة ما تعرفش يعني كاس عالم للأندية. عايز اقول ادارة الزمالك طلعت في فترة من الفترات قالوا ان احنا جايبين سيرجيو راموس. حتى سألنا وقتها يا جماعة راموس راموس يعني ولا راموس راموس؟ قالك لا سيرجيو راموس بتاع ريال مدريد واسبانيا يا جماعة. قالك بس احنا يعني بس لسه ما توصلناش لاتفاق حوالين الراتب وتمويل الراتب. طب يعني معلش سؤال يعني خدني على قد عقلي،
هو في حاجة اسمها احنا وصلنا لاتفاق بس لسه ما جهزناش فلوسنا؟ هو انت رايح تاخد تشبك واحدة ولا ايه بالظبط؟ مش فاهم. قلنا يا جماعة بطلوا ضحك على الدقون، لان سيرجيو راموس لعيب عالمي، اقل له يوم ما يقول لك انا عايز اقول لك 6 7 مليون يورو. راموس توت سبورت الإيطالية تؤكد أن سيرجيو راموس في طريقه إلى اليوفي، حتى نزلوا صورة لي بتيشيرت اليوفنتوس. أهو أهو يا زمالك، أهو بتيشيرت اليوفي مش تيشيرت الزمالك، ولا ده تيشيرت الزمالك الجديد وإحنا مش واخدين بالنا؟ يا جماعة احترموا عقل جمهور الزمالك، كفاية ضحك على الدقون، كفاكم عبثا يا جماعة. هو الجمهور ده ملوش أهل يسأل عليه؟ هو كل شوية تضحكوا عليهم بحاجة؟ مرة الزمالك يفاوض رونالدينيو، رونالدينيو مين يا ابني؟ بتاع البرازيل؟ اه. بتاع برشلونة؟ اه. الزمالك بيفاوضه؟ اه يا باشا، وهيجيبوه المستشار وعدنا انه هيجيبه. ماشي يا عم، رونالدينيو بطل كوره ولحد النهارده الزمالك ما جابوش. هو في ايه يا اخوانا؟ يعني احترموا عقل المشاهد، احترموا عقل المشاهد. مش للدرجه دي، مش للدرجه دي، ميح خالص، مفيش احترام لعقل المشاهد خالص. نادي الاهلي ونادي الزمالك ومباراة القمة ستقام في المملكة العربية السعودية. خلاص خلاص، الفيفا أصدر قراره إن من حق الروابط أو الدوريات أو المسابقات المحلية إنك تلعبها خارج البلد أو خارج الدولة بمقدار مباراة أو مباراتين على الأكثر، بشرط موافقة باقي الأندية على هذا الأمر. هتلاقي القمة بتتلعب في السعودية، هتلاقي الاهلي وبيراميدز يلعبوا في العراق، هتلاقي المصري والاسماعيلي يلعبوا في العراق، هتلاقي ماتشات متوزعه على الدول العربيه. فما تستغربش لما مباراه القمه القادمه في الدوري تتلعب في المملكه العربيه السعوديه. هاني حتحوت الاعلامي القدير يؤكد ان الاهلي في طريقه في الرتوش الأخيرة للتعاقد مع مهاجم أجنبي تقيل، مهاجم أجنبي مميز جدا جدا جدا، وأن المدير الفني مستر كولر عندما عرض عليه هذا اللاعب أبدى موافقة رسمية. إذن الأهلي قريب جدا من ضم مهاجم أجنبي قبل إغلاق القيد، والموضوع في الرتوش الأخيرة للحسم. كابتن محمد رمضان مش نايم، كابتن محمد رمضان بيشتغل شغل من نار، كابتن محمد رمضان بيشتغل في الـ24 ساعة 24 ساعة عشان يقدر ينهي الملفات الخاصة بتاعته في توقيت إعجاز بالنسبة له. أحمد فتوح وفقا لتصريحات محاميه الاستاذ اشرف عبد العزيز اللي قال احنا قدمنا واجب العزاء في الضحيه وخلاص، اسره الضحيه السيد احمد الشبكي عفت عن فتوح لوجه الله بدون اي مقابل. طبعا الموضوع كده مخلصش، لكن اتسهل، بدل ما كنت هتتحاسب على قضيتين هتتحاسب على قضيه. خلاص موضوع القتل الخطأ خلاص وفقا لكلام المحامي، لكن موضوع تعاطي المخدرات ده بقى لسه فيه بقى سجال وتقديم مستندات وأدلة وأدلة نفي وأدلة إثبات و و و و ده شغل محكمة وشغل محامي يقدم أوراقه ويقدم مستنداته. خلصت أخبارنا، ما خلصتش حكايتنا. استنى كل أوراقكم وتعليقاتكم أكيد. شكرا ليكم، سلام عليكم.